تقدم هناك بركلة جزاء ومتقدم فريق نادي الاتحاد كلبة بهدف مقابل لا شيء. تسديدة، الله 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 يا كانديدو، هدف جميل جميل للغاية، هدف مثير. بركان بدون رد هذه المرة لأن ما حدث هناك 3-1. تعود مرة أخرى خطورة لفريق الضفرة، تسديدة قوية وركنية أخرى بعدها. عنوان بالنسبة للمدرب السيد جاردين، بينما الكرة تعود من جديد. هنا المرور لكن العودة. تمريرة على طول باتجاه محمد إسماعيل، مرور ممتاز، يرسل كرة عرضية خطيرة هذه داخل منطقة الجزاء لمصلحة فريق الضفرة. تتهيأ، لا زالت، الله، خطرة، جول جول. كرة عرضية على مستوى القائم الأول بالرأس في الفوق في المرمى. لين طبعا مرتين، هذه محاولة الآن خطيرة بالرأس إلى خارج أرضية علي. علي إلى سعيد عبيد، سعيد عبيد في الجهة اليسرى، سعيد عبيد تأخر لم يمررها. خلاص شباب الاهلي ينهي لقاء فايزا على النصر 3-2. هذه كرة بالراس، جول جول. مباريات لكن مهدي قائمي مثلا سجل 4 أهداف منذ بدايه الموسم. هذه كره بيحاول فيها لوكاس سيلفا في مكان الى ديوب، الكره بتتهيأ يلعبها محمد هلال بالخطا. محمد يخطا في تمريرته، كانديدو يتخلص بشكل جميل، وهذه كره خطيره ممكن فرصه جول جول جول. مسلم وأحمد يعقوب، وهذه الله في المباراة إلا الدقائق الحاسمة الأخيرة، والظفراوي الآن يبحث عن كرة، عن تصويبه، عن الله المتقدم رايهي، لكن الكرة بتتخلص من أمامه، تعود على الجهة اليمنى. الضغط أمور في هذه الكرة، لوكاس يستعيد تسديدة قوية. كرة تصل الآن، كانديدو في وسط الملعب، تمريرة على طول باتجاه الرايحي. طنيجي الآن أو الجنيبي بالكعب من كانديدو، أو بيدرو بافالوف، ريرمي لسلطان، ماخيتسي، كانديدو، لمسة، ريرمي، لكن الحارس جلال للجنيبي. كرة في الأمام، تمريرة طويلة بالرأس، كانديدو تعود من جديد إلى الجهة اليمنى. لوبيز ينتظر، وكرة اللعب لا زالت، أنطونيو يلم كرة الآن، لا المحاولة مستمرة وتبعد هذه. شوف يعني لاعبي الضفرة فاجئات فيك كل جولة. لدينا مانولاس يتقدم في محاولة، لكن كرة بالخطأ تصل في وسط ملعب المباراة. إرسال كرة باتجاه الأقدام الأرجنتينية، تضرب في مباراة اليوم أولا عن طريق سواريز وبعد تعطيل اللعب، لكن هكذا الأمور بالنسبة لتقنية الفار، تقنية الفيديو. تعود المحاولة، يلعبها إلى بيدرو، بيدرو يسلمها إلى لوكاس، لوكاس يغير الاتجاه إلى خالد. ملعوبة طويلة، هذه خطيرة، خطيرة للضفرة فوق الشباك الخارجية. 191 دقيقة ما سجل أي هدف، لكن مدرب فتح العبيدي لا يدفع باب. الجهة اليسرى مرور أكثر من 10 دقائق على انطلاقة شوط المباراة الثاني، حتى الآن لا وجود لشيء يعني نادي عثمان وصولا لمرمى فريق نادي الضفرة. راشد الى ماخيتي، ماخيتي هو من يعطي الكره العرضيه بالراس سهله.
يلعب كرة عرضية حسين حسين تمريرة من حسين هذه الكرة تدخل حمدان الكمالي كرة تعود من جديد الآن تتخلص خطيرة خطرة هذه الله الله أيضا قادتنا ويحفظ شيوخنا ويحفظ سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الدولة وهذه كرة خطيرة الآن خماسية لمرة واحدة في تاريخ تمريرة أمامية لكن عنده 13 هاتريك تسديدة وبالتالي فرصة ضاعت على فريق نادي الساحل كرة موجودة الآن دولان تسديدة